معركة الخندق، والمعروفة أيضا باسم معركة الأحزاب، هي حدث مهم مذكور في القرآن الكريم في سورة الأحزاب، سورة 33، وقعت في عام 627 مترا في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. في ذلك الوقت سعت قبيلة قريش بقيادة زعيمها أبي وسفيان إلى تدمير لمجتمع لمسلم المتنامي في لمدينة المنورة، شكلوا تحالفا مع قبائل مختلفة وحشدوا جيشا كبيرا لمهاجمة لمدينة لمسلم، ون الذين كانوا على دراية بالتهديد والشيء طالبوا الهدية من الله، ووضعوا استراتيجية دفاعية تحت قيادة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين مستوحى من الوحي الإلهي بحفر خندق حول المدينة المنورة كإجراء دفاعي سيجعل الخندق من الصعب على سلاح الفرسان العدو اختراق المدينة ومهاجمتها. المسلمون متوحدون في إيمانهم وتصميمهم، شرعوا على الفور في حفر الخندق على الرغم من مواجهة للظروف الجوية للسيئة والإرهاق الجسدي. عمل لمسلمون بلا كلل ليلا ونهارا لإكمال الخندق. أظهرت هذه الوحدة ولم ثبرة التزامهم الراسخ بحماية إيمانهم ومجة معهم عن دما وصل جيش قريش إلى المدينة المنورة، دهشوا لرأيت خندق عميق يحيط بالمدينة غير قادرين على عبوره، خيموا في الخارج وحاصروا المدينة المنورة بشكل فعال. وقف المسلمون رغم تفوقهم عدديا بثبات خلف الخندق مستعدين للدفاع عن مدينتهم الحبيبة. لجأ جيش قريش المحبط من عدم قدرته على اختراق الخندق إلى الحرب النفسية، وألقى الإهانات والتهديدات على المسلمين. ومع ذلك ظل المؤمنون صامدين وطلبوا العزاء في الصلاة والدعاء إلى الله. خلال هذا الوقت خان قبيلة يهودية تدعى بني قريظة، والتي كانت قد تعهدت بالولاء للمسلمين في السابق، ثقة لمسلمين وتآمرت مع قريش ضد مواطنيها. زاد هذا الغدر من اختبر حدث لمجتمع لمسلم. سعى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى حلسمي فتفاوض مع بني قريظة، ومع ذلك رفضوا الوفاء بالاتفاقية مما أدى إلى حصار معقلهم. المسلمون رغم مواجهتهم تحديات داخلية وخارجية ظلوا متحدين ودعموا بعضهم البعض. مع مرور الأيام إلى أسابيع واجه جيش قريش ظروفا جوية قاسية ونقصا في الإمدادات، إدراكا منهم لباطل جهودهم انسحبوا في النهاية، مما حقق نصرا كبيرا للمسلمين. أصبحت معركة الخندق نقطة تحول في التاريخ الإسلامي، لقد عززت رابطة الإيمان والوحدة بخلال مجتمع لمسلم، مما يدل على قوة الثابت والتوكل على الله. هذا الحدث للرائع هو تذكير بالقوة التي مكنت حققها عندما يقف لمأمنون متحدين في الدفاع عن إيمانهم ومجتمعهم.